عبد الله الزوري يعني خلص الكره وما كان في احتكاك. عاد واحد يقول لك لا تتدخل في هناك. عبد الرحمن الزين محاوله جول، محاوله جول، جول الهداف الحساس الخطير وسلي لوبز لا يمكن يترك مباراه وما يجي الشوط الثاني الا ويقول. اقواله دائما تتاخر لكنها حساسه، اقواله دائما تتاخر لكنها مهمه للزعيم. جول ثاني للزعيم، الامواج الزرقاء في المدرجات الان روح وياها المشاعر الهلاليه كلها. جول ثاني للبرازيلي، وسلي لوبيز يعاقب عطيف على ضياع الكره اللي لعبت بشكل رائع. ويا عيني على اللي حط الكره، شوف 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 الزوري لعبها بشكل رائع جدا. الكرات الطويله سلاح وكثره الاسلحه الفتاكه اليوم. ونشوف الان وسلي لوبيز هداف دورينا، هداف دورينا بثمانيه اهداف. قالوا عليه خطير، قالوا عليه داهيه داخل منطقه الجزاء بكل الامكانيات الكبيره. لا والله مكسب.